يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان حاكم لبلد إسلامي يقر عبادة الأضرحة ويدافع عنها، نعم، إذا كان حاكم لبلد إسلامي يقر عبادة الأضرحة ويدافع عنها ويأمر الشرطاء بحراستها ويؤذي الدعاة وطلبة العلم الذي ينكر ذلك، هل تجب الهجرة من ذاك البلد أم ماذا؟ نعم، إذا قدرت على الهجرة من هذا البلد إلى بلد التوحيد وجب عليك ذلك، وإذا لم تقدر فإنك معذور إلى أن تقدر، تعذر إلى أن تستطيع الهجرة. نعم، لكن مع تمسكك بدينك وعقيدتك والدعوة إلى الله. نعم.